مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العملاق الهولندي ريمون بونشي يصيب الوحش المغربي إسماعيل الأزعر في عينه بضربة خطيرة ويظن نفسه أنهى النزال، لكن الأزعر يلقنه درسا قاسيا داخل الحلبة. ولمعرفة التفاصيل كاملة تابع معنا الفيديو حتى النهاية. ويعتبر هذا النزال من أصعب النزالات التي خاضها المقاتل المغربي إسماعيل الأزعر في مسيرته الرياضية. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتم بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة وكذلك في صفحة الفيسبوك ليصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Maximum 3 man aan elke hoek. Dan kunt u tegen start gaan met de eerste ronde. Blauw hoek, even die MMA gaan slaan. Go! Go! Come on, let's 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 go! Come
Do you bring the thing to go?
الله.